السلام عليكم شباب، معاكم أيمن المهندس وفيديو جديد. ما عليك سوى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. راح نتعلم مجموعة أشياء. النقطة الأولى اليوم اللي راح نتعلمها بعض الأوامر الأساسية اللي نحتاجها دائما، شلون نظهرها وننزلها بهذا الشكل. يعني مثلا برنامج المقص، برنامج البينت، او اي برنامج ثاني. بعد ذلك ما نظل نبحث عنه، مباشرة نقرا وحدة نقدر نشتغل به. تمام. يعني مثلا لو فجأة تعطل عندي الكيبورد، كيبورد بعد ما عندي، خاصة اللابتوب، الديسكتوب دائما ديسكتوب بها هي كيبورد كبير وممكن تشتغل به، وحتى الكفاءة مالته تكون عالية، بعض الأنواع رديئة، لذلك نتوقع أنه الكيبورد يتعطل. فعندنا هذا الكيبورد أصلا موجود بالنظام، فإشلون نظهر هذا الكيبورد؟ لو تشوفون هاي الكلمة On Screen Keyboard، On O حرف كبير والS حرف كبير والK حرف كبير، فأنت تجي هنا للبحث، هنا تكتب OSK، مباشرة بس كتب OS بده يطلع عندك. بس بعض الأحيان عندك برامج مش شابهة، يعني OS أو ملفات مش شابهة، من تكتب OS ما يطلع عندك، فمن تكتب OSK راح يطلع عندك مباشرة، تضغط Enter أو تنقر عليه بالكيبورد بالماوس، العفو، تنقر عليه راح تطلع لك هذا الكيبورد الإلكتروني اللي موجود بالحاسوب، أصلا موجود بالنظام. زين، هذا الكيبورد قدامي، مش بيه هذا الكيبورد، بيه كل شيء اللي أنا أريده، بيه الحروف مثل ما هي. يعني مثلا أريد أفتح نافذة، شلون أفتح نافذة؟ مثلا أريد أفتح وورد، أجي كليك يمين، أنزل على نيو، راح أختار مايكروسوفت وورد. أوكي، مباشرة ظهر لي هذا الشيء باللون الأزرق مع الامتداد مالته. مباشرة أبدي أكتب الحروف اللي أنا أريدها، مثلا أكتب تيست 1، خلاص هذا أول شيء. نجي نضغط انتر مرتين، دبل كليك على هاي، طبعا عندي ملفات سابقا ما لي علاقة بيها، هذا الوورد ما علينا فيه، هذا احنا شغلنا هنا، هذا التيست ماشي. طبعا هذه تقدر تصغرها، تقدر تكبرها، تقدر تنزلها، هاي الصورة انت حر بهذا الشيء. زين، بعد شنو؟ هاي طبعا شنو؟ للحاجة، طبعا نقدر هيك نسويها بهذا الشكل، نقدر نسحبها بهذا الصورة، ونقدر نكتب هنا، ماشي؟ هسه واحد يقول لي زين شلون انا شنت بالكيبورد اضغط Alt و Shift، اضغط Alt و Shift من الكيبورد حتى اغير، اضغط Alt و Shift من الكيبورد حتى اغير بين اللغات. زين هسه شلون؟ اقول له سهلة بهذه الطريقة، عندك هذا الرمز، شوف هذا الرمز، هذا إنج، ENG اللي هو انجليش، من انقر عليه راح يطلع لي اللغات الموجودة عندي واختار عربي، صارت عربي، او ارجع اختارها انجليزي اذا اريدها انجليزي، ماشي. بعد شنو عدت هذه الاف ان، هذا الاف ان اللي هي F1, 2, 3, 4 الى اخره. بعض البرامج نحتاج هذه الرموز، بعض البرامج نحتاج هذه الرموز. ولا انسى شغلة جدا مهمة، هذا حرف الذال، هذا هالشيء لانه انجليزي كتب لنا هذا الرمز، بينما اذا عربي هذا شوفه حرف الذال،
بالمناسبة حرف الذال يعني قليلين اللي يندلوا بالبداية لأنه صاير بصف رقم واحد أو جوا الإكزيست. بعد شنو عندنا؟ عندنا هنا من خيارات هنا option تلقاها إذا بالإنجليزي تلقاها options وإذا بالعربي خيارات. راح تطلع لك مجموعة خيارات مثل هذا use click sound، يعني من تنقر على الأيقونة يطلع صوت، يعني هسه بعد ما يطلع صوت أرجع أفعله يطلع صوت. واضح؟ هاي النقطة الأولى، هذه طبعا ما نحتاجها فتوخرها وانت حر. طبعا بعد show keys to make it easier to move around the screen. زين إذا أريد أسوي لها إكستند، أريد أسوي إكستند أظهر بها الأرقام بهذا الشكل. يعني هذن اللي يحتاج مثل الكيبورد، ذن يحتاج 1 2 3 4. إذا أريد أظهرهن عن طريق هذا الخيار الثالث إذا أريد. ماشي، يعني ذني المجموعة اللي دائما ممكن نشتغل بيها. واضح؟ هذا رقم واحد. زين هذا الكيبورد شلون اثبته؟ شلون اثبته هنا على شريط قائمة ستارت؟ هذا الشريط اللي على الديسكتوب. عدي هاي unbin from taskbar لو يعني شلون اثبتها بالبدايه انا ما عندي، صح؟ راح اكتب OSK هسه هذا مشتغل عندنا النمبر لوك OSK نقر عليه ظهر عندنا الكيبورد. كليك يمين على الرمز راح اقول له بن. هسه ثبت عندنا، من اوخره اغلقه راح يبقى عندنا هنا هذا البن. كذلك مثلا مايكروسوفت وورد كليك يمين راح اقول له بن. مره الثانيه من راح اغلقه دونت، من راح اغلقه راح يبقى موجود هنا. فانت اي برنامج تريده ممكن تخليه بهذا التول بار. واضحه هاي؟ بعد شنو مثلا احتاج بعض الاحيان اكو فد شيء اسمه تايمر او كلوك. هذا التايمر او الكلوك، يعني هذا بيش تحتاجه مؤقت، يعني مؤقت يقعدك من النوم او ينبهك على فلان وقت، ينبهك على الاشياء والاحداث اللي انت تريدها. مثل الساعة بالسابعة اريده يقعدني مورنينج، او اخلي هنا مثلا عندك هنا بلاس واختار هنا عندك مثلا الساعات، هنا الدقائق، هنا INBN، هنا الساوند تختار، هنا تختار مثلا الايام الى اخره من التفاصيل. واضح؟ زين بعد شنو؟ دائما نحتاج هذا المؤقت. مثلا اريد مثلا افصل اقول الدرس الاول راح استغرق بي ساعة. مرات انسى انه انا صحيح عندي هنا الساعة ومؤقت، فانسى شو اسوي؟ اوقت هذا من هنا طبعا تصفير، ومن هنا يبدي يشتغل، وابدي مثلا اشتغل الى وقت معين حد ما مثلا صارت ساعة او الى اخره، وحتى هو اقبال عيني اشوفه. واضح؟ جدا مهم ومفيد وهواي احتاجه، هواي استعمله هذا الشيء.
وايضا شلون افعله، افعله بهالصوره. شوف طلع حتى الرمز مال الجرس، لانه انا فعلت الساعه 7 قلت له اون فانطفيها ونغلقه، راح نشوف راحت العلامه مال الجرس. واضح. بعد ايش عندنا؟ عندنا هذا السيزر، هذا السيزر جدا مهم، هواي احتاجه يعني، خاصه بالشغل، بالنقل فتشي، بنقل معلومه معينه، بكتابه معلومه معينه، دائما مثلا احتاج صوره، ومثلا احتاج هذا المايكروسوفت وورد على سبيل المثال، اكتب اي شيء انا اريده واريد اريد اريد صوره وياه. مثلا اكتب فد عنوان معين واريد صوره، من بعد مثلا ما اكتب مثلا اي شيء تكون الكتاب، مثلا الصوره الاولى للحدث، اي حدث، انتر، واجي الصق الصوره. شلون الصق الصوره؟ راح اقول له نيو، احدد الصوره، قد تكون هذه الصوره طبعا من الانترنت، من فيديو ثاني، من ملف ثاني، من اي مكان، من اي مكان موجود عندك من الانترنت، من اي مكان انت تريد توضحه، تجي هنا مباشره اخذته هسه انت من الشاشه، راح تقول له بيست او كنترول في، كنترول في، هاي راح يتعامل وياه على شكل صوره، وتقدر طبعا تحركها وتقدر تعدل عليها الى اخره. من بالمناسبة تقدر تكتب عليها، تقدر تخطط عليها، تقدر تمسح، تقدر تحولها لل3D بينت، الرسام ال3D. بعدين راح ناخذه وناخذ تفاصيل هواي من عنده. بعد شنو نقدر؟ عن طريق الفايل نقدر نيو سنيب، نقدر ناخذ سنيب جديد، نقدر نحفظه على شكل png، نقدر نحفظه على شكل gif، صورة اعتيادية mht، نقدر نختار اي مكان احنا نريد نحفظ به، مثلا نحفظ على الديسكتوب، نريد نحفظ على اي مكان، اي فولدر احنا نريده. واضح. به خيارات متعددة بسيطة، وهو ايضا بسيط لكن يفي بالغرض، جدا جدا مفيد. هنا عندك كوبي، هنا السيف، واضح. ما اريد اطول عليكم حتى لا تكون الاشياء صعبة، لان كل برنامج بمجموعة اشياء انت تكتشفها من وحدك. ماشي. هذا الشيء الثالث او الرابع اللي ردت اسولف لكم عليه اليوم، هو شلون انظف، شلون انظف الحاسبة من الاشياء الزايدة. يعني مثلا هذا القرص السي او الدي او الاي، اي واحد من عندهن، وخاصة السي، الدي او الاي ممكن انقلهن الى هارد، ممكن انقلهن الى فلاش رام، بس السي بعض الاحيان، بعض الاحيان صعوبة نقل ملفات، لانه البرامج والاشياء كلها تتنصب وين؟ على السي. وانصحكم نصيحة انه الاشياء اللي تشتغلوها كمستندات او كتابة او اي ملفات، ما تخلون اي شيء بالسي، لان بعض الاحيان يضرب النظام، وصحيح تقدر توصل لهن، بس يعني الراد لها احتراف او تمرس بهذا الشيء، وان شاء الله راح اشرح لكم درس اذا ضربت الحاسبة مالتك وبيها ملفات على السي، ما يروح من عندها اي شيء، وتقدر تفرمت براحتك وبعدين ترجع الملفات وتمسح الشيء القديم. قلنا هسه شلون ننظف الحاسبة مالتنا، راح نجي للخطوة الاولى، نروح على هذا المكان، نكتب run، run، زين، enter، هذا run. ايضا نثبته وين؟ نثبته على التول بار الرئيسي، احنا مثبتيه على التول بار الرئيسي. راح نجي الاول ملف واللي هي علامة البيرسنتج اللي هي رقم 5، تتفعل عن طريق شيفت ورقم 5، شيفت ورقم 5، تكتب تيمب
اللي هو يعني لا شيء temporary معناتها، بعدين نسبة مئوية راح تقول له اوكي، راح تطلع لك الملفات اللي هن احنا نسميهن الابتدائية او ليست ضرورية او مخلفات ما فعلت مثلا بالانترنت، من رحت على ملفات ردت تحمل اشياء، قاعد تشتغل ببرامج معينة، فلقيت اكو ملفات زايدة، هذن راح نقلت كنترول اي، كنترول اي تحديد الكل، واضح؟ شيفت ديليت حذف نهائي بدون ان تمر بسلة المحذوفات، فاضغط انتر للموافقة يعني يس yes. طلعت لك رسالة جدا مهمة، لا تلح وتقول لها تراي اجين، لا علم هاي الاشارة زين وقل لها سكيب، هذن الملفات اللي ما يقبل يمسحن لا تمسحن، ذني ملفات ضرورية او ملفات بعض الاحيان اكو اشياء انت مثلا تريد تنزلها او منتظر الانترنت يوصل حتى تبدي تنزل، او ملفات انت كنت قاعد تكتب عليها وبعد ما كاملة، واضح؟ فهذه الاشياء لا تمسحها، هذه رقم واحد. رقم اثنين ايضا run بس اوخر علامة البيرسنتج بس temp اوكي، هاي طبعا شنو دائما تسويها، هذا تختلف عنها ايضا control a shift delete yes continue نفس الشيء، الاشياء ذني ما لي علاقة بيهن ما امسحن، واضح؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي المفروض من عندك تقريبا كل شهر تسويها، انه تفتح الماي كمبيوتر مالتك، تروح على السي على كل اي بارتيشن تروح، راح تنقر كليك يمين تروح بروبرتيز او خصائص، راح تروح على تولز، راح تروح على اوبتمايز، تنقر على اوبتمايز، تحدد السي مثلا او الدي او الاف انت بكيفك، تحدد مثلا السي اجيت صار 1 دايز واحد يوم اسوي له اوبتمايز، راح يعيد صفر خلاص اوبتمايز خلاص صفر اوبتمايز. طبعا اذا كنت تهامله يعني من زمان راح تلقى هنا الرقم مال الايام اللي انت ما مسوي له اوبتمايز، هذا شنو اوبتمايز؟ المساحه اللي على الديسك تكون مبعثرة، واكو مساحات بعيدة عن مساحات ثانية، فهذا شو يسوي؟ يحاول يقربهن، يحاول يضغطهن، يحاول يوفر لك مساحة افضل، هذا الاوبتمايز. فاشياء جدا سهلة وان شاء الله تعجبكم وتفيدكم. بعد شنو؟ بعد نتعلم في شيء ثاني اللي هو مثلا عندي هذا ملف اريد اخفيه، هذا ملف اريد اخفيه، شلون اخفيه؟ مثلا بصور معينة او اطفالي ما اريدهم مثلا اذا الحاسبة مشتركة بالبيت ما اريدهم مثلا يطلعون عليها او اي شيء انت في بالك يعني تريد تخفي هذا الملف، راح اقول له بروبرتيز. او بعض الاحيان انت عندك حاسبة واكو ملفات مخفية بسبب فيروس، ايضا هذه العملية تفيدك. اوكي ايش صار؟ هيدن، واضح؟ شوفوا صار فاهي زين، هذا الفاهي يعني المفروض اوكي لان انا مفعلها اصلا، راح اروح للكمبيوتر اروح على فيو اروح على اوبشنز اروح على change folder and search options، راح تطلع لي هذه القائمة، راح اروح على view، عن طريق view راح القى هذين ثلاث اشياء، هذين شوفن hidden empty hidden، هذين الاربعة راح اشرهن، راح اشر هاي don't show hidden، راح اقول له apply اوكي، راح ارجع سطح المكتب مالتي ما القاه ما موجود، بس هو بالحقيقة موجود.
نفس الشيء انت ملفاتك موجوده بس ما تشوفهن بسبب الفيروس. واضح شلون راح اظهرهن؟ نفس الحاله، اروح لفيو، اروح اوبشنز، تشينج فولدر، راح اروح على فيو واختار شو، وهذني الثلاثه او الاربعه اوامر اعطيهن اوخر عنهن التكات مال هيدن واقول له ابلاي. اوكي راح ارجع لهنا القاه موجود، هذا اوخر هذا التفعيل من عنده اوخره نفس الحاله، اقول له كليك يمين بروبرتيز اوخر عنا الهيدن. اوكي رجع الامر طبيعي. واضح؟ ما اريد نطول عليكم اكثر، ان شاء الله نشوفكم درس جديد ومعلومات اكثر فائدة. لا تنسون تسوون اشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. مع السلامة.